أعزائي المشاهدين، كنا قد تحدثنا في حلقة فائتة عن عالم جليل كبير كان له أثره في العالم الإسلامي، وتجاوز بذلك وطنه إلى أقطار إسلامية عدة، وهو الشيخ العلامة إبراهيم الجوراني، الذي عد لدى كثيرين عدوا من معاصريه مجدد 111 للهجرة، يعني 17 للميلاد، بما توصل إليه من آراء جديدة ومهمة لم يسبقه إليها أحد من قبل. والآن نتحدث عن علم آخر من نفس بلده، من وطنه، وهو العلامة الكبير، وكان معاصرا له حقيقة، وتشبه سيرته سيرة إبراهيم الجوراني، وهو العالم السيد محمد بن عبد الرسول البرزنشي. هذا الرجل حقيقة اخترناه لأنه تميز عن غيره من العلماء الذين نشأوا نشأته ودرسوا في نفس معاهد التي درس فيها وغير ذلك، تميز بتنوع مؤلفاته، وتميز من هذه المؤلفات بأنه طرح ربما لأول مرة تفسيرا جديدا للتاريخ، في الأقل في التاريخ الإسلامي. وحقيقة لفت نظري أكثر حينما وجدته يطرح أفكارا جديدة في هذا المجال الذي قل من تناوله من المؤرخين والباحثين، مع أنه لم يكن مؤرخا تماما، يعني هو التاريخ كان واحدا من العلوم التي كتب فيها، ولكن له آراء مهمة في هذا المجال. محمد بن عبد الرسول البرزنشي يعرفه ربما كثير من القراء اليوم من خلال كتاب مهم لقي ذيوعا وانتشارا عجيبين في كل العصور التي تلت تأليفه إياه وحتى يومنا هذا. له نسخ كثيرة في مكتبات العالم، نسخ مخطوطة كثيرة، وطبع وحقق مرات عديدة، مع أن موضوعه غريب، ويبدو أن موضوعه لم يكن من الموضوعات العملية التي يحتاج إليها الناس عادة. كتابه هو الإشاعة في أشراط الساعة، وعنوان الكتاب يدل على أن موضوعه هو في أشراط الساعة، أشراط القيامة، الشروط التي تتوفر قبل قيام الساعة. فالموضوع تقليدي ربما، طرقه من هنا وهناك علماء وجمعوا أحاديث وإلى غير ذلك فيما يتعلق في هذا الشأن، لكن كتاب الإشاعة وجد انتشارا عجيبا بين أوساط العلماء وبين أوساط العامة أيضا. المهم في هذا الكتاب في تقديرنا أنه قدم تفسيرا لما كان يحير الناس في زمانه، وهو أن لماذا مر العالم الإسلامي بمحن متتالية وصعوبات مختلفة وفتن عديدة كما يحدث في هذا الزمان، ما هو السبب في أن يمر هذا العالم، أن يمر المسلمون بمثل هذه المحن المتتالية؟ كان هذا يحدث في زمانه شيئا كبيرا من الإحباط، منذ أن سقط أو احتل العالم الإسلامي من طرف المغول، المسلمون كانوا يشعرون بشيء كبير من الإحباط. ما هو السبب في أن يمر هذا العالم بكل هذه المحن المتتالية؟ ربما مد بعضهم نظره إلى محن أخرى حدثت قبل حتى الاحتلال المغولي، في العهود الإسلامية نفسها، فتنة الأمين والمأمون، فتن أخرى وظروف، كلها كانت يمكن أن تسمى محن مرت بها الأمة.
محمد بن عبد الرسول البرزنجي قدم طرحا جميلا وربما فريدا، قال أن هذه الظروف يعني منذ الرسالة الإسلامية وكل ما مر وراءها هي كانت نذر لقيام الساعة. يعني أشراط الساعة ليست هي ما يسمى الأشراط الكبرى والأشراط الصغرى وغير ذلك، وإنما مجيء الرسول الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام كان شرطا من أشراط الساعة، يعني كان بداية للعد السريع الذي سيمر به الكون لكي ينتهي بيوم القيامة. وما جرى من بعده من فتن ومن صراعات ومن كوارث كلها كانت هي نذر ليوم القيامة. قدم تفسيرا بدأ في عصره مقنعا أن هذه يعني الحروب التي جرت بين قادة العالم الإسلامي، المشاكل التي حدثت، الكوارث التي عانى منها هذا العالم، التشتت، التجزئة التي حدثت، مرورا إلى وصولا إلى الغزو المغولي، وقبل ذلك الغزوات السابقة، الغزو المغولي وما أحدثه من تداعيات خطيرة، كل ذلك هي نذر تقترب، يعني أجراس إنذار دقت لتنبيه المسلمين على أن يوم القيامة يقترب، انتبهوا. هذه الكوارث لا نفسرها في رأيه تفسيرا مسطحا، يعني أنها نعم هي كلها إرادة الله طبعا جل وعلا، ولكن إرادة الله هذه كانت يعني تفصح عن نفسها من خلال هذه المصائب وهذه المحن التي مرت بها الأمة لكي تتنبه إلى اقتراب يوم القيامة. الكتاب طريف في غايته وفي معناه، وبالتالي هو لم يؤرخ فقط لهذه الأحداث وإنما لما تلاها حتى عصره، يعني أرخ وتكلم عن الكوارث والمحن التي مرت بها العالم الإسلامي من بعد الاحتلال المغولي، أرخها كما يفعل المؤرخ، لكن الغاية التي توخاها من هذا التاريخ ليست التاريخ وحده، وإنما القول بأن هذه المحن هي جرسات إنذار أو أجراس إنذار إذا جاز التعبير، جاز الجمع، يعني أجراس إنذار يلي كل جرس الآخر لينبه المسلمين إلى اقتراب يوم القيامة. فحقيقة كتابه نعتقد أنه ذاع وانتشر بين كثير من الأوساط العلمية والعامية أيضا لهذا السبب، قدم جوابا على ذلك الإشكال وقدم يعني حلا لذلك الإحباط الذي كان يمر به العالم الإسلامي في فترة كثرت فيها المحن والغزوات والكوارث وغير ذلك. يعني كثيرون كانوا يتساءلون لما يحدث هذا، لما يحدث هذا، لما يتعرض المسلمون إلى مثل هذه الكارثة أو مثل هذا الغزو، مثل هذا الاحتلال، مثل هذا القتل، مثل هذا، يعني هذا سؤال كان يدور في أذهان الكثيرين، لما يحدث هذا؟ محمد بن عبد الرسول البرزنجي قدم جوابا بدأ في ذلك العصر مقنعا، هذه هي محن أو في الحقيقة هي امتحانات تنبه المسلمين على اقتراب يوم القيامة. لو جاز التعبير وتجوزنا قليلا لربما وصفناه بأنه كان مؤرخ يوم القيامة إذا جاز التعبير، هو لأنه اعتمد يوم القيامة، ضبط ساعة الكون عليها وبدأ يفسر التاريخ كله على أساس أنه اقتراب من نهاية هذه الساعة، يعني من اللحظة الأخيرة التي تقف فيها عقارب الساعة عندها. محمد بن عبد الرسول البرزنجي لم يكن مؤلفا لهذا الكتاب فحسب، وإنما كان يعني بدأ لنا أنه كان مؤرخا في بعض نشاطاته، ألف سيرة مهمة للعلامة ابن حجر
وكتب رسالة في تاريخ بعض الحروب التي خاضها العثمانيون في أوروبا، وهذا شيء غريب، ما الذي أوصله إلى أوروبا؟ نعم نعرف أنه ذهب إلى إسطنبول وأثار إعجاب السلطان إبراهيم السلطان العثماني وإبراهيم الأول يعني في القرن الحادي عشر، وحتى أن بعض الوزراء العثمانيين أخذوا الإجازة على يديه أو أخذوا شيئا من العلم على يديه، يعني كان الرجل معروفا وموضع تقدير كثير ممن التقوا به، يعني بدءا من السلطان وانتهاء بالصدور العظام، يعني رؤساء الوزراء والوزراء كانوا يعني يأخذون عنه العلم أو يلتقون به. ولذلك هذا يفسر أنه حينما وصل إلى مصر عرض عليه أن يكون قاضيا هناك، يعني يتولى منصب القضاء، ولكنه أبى ذلك وفضل أن يقضي حياته بعيدا عن هذه الوظيفة وهذا المنصب الذي سيشغله عن طلب العلم وعن السياحة. من المناطق من الأماكن الحواضر الإسلامية التي قصدها بغداد، جاء إلى بغداد ودرس على كبار علمائها في ذلك العصر. انظر إلى سلوك العلماء رغم علميته العالية، رغم أن وزراء الدولة كانوا يتشرفون بالأخذ على يديه، لكنه لم يأنف إطلاقا من أن يقصد بغداد ليتعلم شيئا لم يعرفه على علمائها، منهم الشيخ مدلج أحد كبار مدرسيها وآخرون، وأن يقصد دمشق ليدرس على أيدي علمائها، ويقصد ماردين ليدرس هناك. يعني سلوك العلماء كان ربما يختلف عما نعهده اليوم، يعني لم يكن العالم يكتفي بأن يحصل على الإجازة العلمية من بعض العلماء فيقول أني خلاص يعني استويت عالما، لكن هؤلاء كان سلوكهم مختلفا تماما، رغم ما وصله من علم لكن كان يسيح في البلدان ليلتقي بالعلماء ويأخذ عنهم العلم، ربما وجد في هذا أو ذاك من العلماء ما لا يعرفه، وبالتالي كان طلب العلم سلوكا يعني يستغرق حياة العالم كله، عملا بالحديث الشريف أطلب العلم من المهدي إلى اللحدي، والحديث الشريف القائل يعني ما زال العالم عالما حتى إذا قال علمت فقد جهل، يعني هو عالم طالما أنه يدرس يبحث، إذا ما قال خلاص يعني تعلمت فإذا بدأ مرحلة الجهل، لأن العلم يتطور، هذا أيضا إدراكا منهم أن العلم يتطور يزيد يتراكم، فمن يقول علمت إذا توقف عن ملاحقة ما يجري من حوله، هذا في عصر كان العلم يعني تطوره بطيء، طبعا لم تكن هناك ثورة في معلومات أو ما شاكلها ذلك مما نعيشه اليوم، فما بالك بيومنا هذا، يحتاج العالم أن يستمر بالعلم حتى آخر لحظة من حياته. ولذلك عمدت الجامعات منذ في العقود الأخيرة إلى ملاحقة العلم، يعني ما يسمى التعليم المستمر وغير ذلك. كان محمد بن عبد الرسول البرزنجي إذن أكاديميا في هذه المسألة تماما، يعني كان يعني يؤلف ويكتب ويبحث ويتعلم في آن واحد. أيضا من المناطق التي زارها وتعلم ودرس فيها الحرمين الشريفين، التقى بإبراهيم الجوراني ذلك العالم الكبير الذي تحدثنا عنه في حديث سابق، مع أنه كان قريبا منه بالعمر ولكنه لم يأنف أن يأخذ منه العلم الغزير الذي عرف به إبراهيم الجوراني وأن يتعلم على يديه. حقيقة هذا الرجل كان يعني كانت حياته كلها يعني أخذ للعلم والسياحة والاطلاع.
ولذلك جاءت كتبه حقيقة حافلة وكثيرة، يعني يقال أن عدد كتبه جاوزت 90 كتابا، وأنا أرى هذا تقديرا معقولا جدا، وربما زادت على ذلك. انتشرت مؤلفاته في خزائن الخافقين، في خزائن العالم الإسلامي، وكانت معينا لكثير من العلماء الذين أفادوا منها. يعني من مؤلفاته مثلا في مجال الترجمة، وفي الترجمة أقصد الترجمة والسير، أنه ألف كتابا في تاريخ أسرته وفي تاريخ قريته برزنجة، وهذا الكتاب ظل مخطوطا، وفي تقديري أنه مهم، لكنهم يعني لم يهتم به الباحثون لتصورهم أنه يتناول سيرة أبيه وسيرة أسرته، مع أنه يتضمن شذرات مهمة في تاريخ بلده وفي تاريخ جوانب متنوعة عدا سيرته لأبيه. يعني كان يعني هذا الكتاب حقيقة ظل مخطوطا حتى وقفنا عليه فحققناه ونشرناه قبل سنوات، فإذا به يقدم يعني معلومات مهمة عن تاريخ صقع مهم أو ناحية مهمة من نواحي بلاده، من نواحي كردستان. عدا هذا ألف كتب، ألف سيرة نبوية كاملة ضخمة، شرح ووضعها كشرح لمنظومة مشهورة في السيرة النبوية. كان يمكن أن يكتب كتابا قائما بذاته، لكنه فضل أن يصب هذه السيرة من خلال شرحه لهذه المنظومة اللي هي معروفة باسم ذات الشفا في سيرة المصطفى ومن بعده من الخلفاء. هذه منظومة تبارى في شرحها علماء كثيرون، فقام هو بشرحه إياها شرحا مفصلا موسعا. لو صب هذه المعلومات في كتاب قائم بذاته لعددناه ضمن مؤرخي السيرة النبوية أو من ضمن المؤرخين. هذا الكتاب لقي أيضا اهتمام الباحثين. أيضا من أعماله المهمة التي يمكن أن نذكرها أنه ألف شرحا لبعض مسائل القاموس المحيط، دل على أنه كان لغويا، يعني أتى بشرح متعمق لبعض جزئيات القاموس المحيط للفيروز أبادي. له رسالة سماها رجل الطاووس، وانظر إلى العنوان الملفت للنظر، رجل الطاووس في شرح القاموس، يعني بذلك القاموس المحيط. من يشرح القاموس المحيط ينبغي أن تتوفر لديه معرفة متعمقة في شؤون اللغة. من أعماله أيضا يعني في كتب أعمال كثيرة في مجال الحديث النبوي، في مجال يعني الردود، وإن كان مؤدبا خفيفا على من يرد عليهم، يعني شأن العلماء في ذلك العصر، لكنه ألف رسائل تدل على تبحره ودقته في توضيح المسائل وفي الرد عليها. كتب رسائل في الإجابة على رسائل أو استفسارات كانت تصل إليه من نواحي مختلفة، خاصة من الهند، عند كتاب يرد فيها على استفسارات بعض العلماء، يرد عليها. حقيقة محمد بن عبد الرسول البرزنجي كان عالما كبيرا وواسع الأفق، انتشر علمه في أنحاء مختلفة، وعاش حياته أو معظم حياته في المدينة المنورة، وتوفي ودفن فيها عام 1103 للهجرة، وترك وراءه مكتبة حافلة بالكتب التي هي جديرة بالدرس والتحقيق والنشر. ليس لنا إلا أن نستودعكم الله إلى حديث آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.